شيء؟ طالع خبر بالجريدة مشان حفلة راس السنة. لسه قبل ما تصير الحفلة بلشت تاخد مكانة بالجرايد. طبعا بهذا الوقت الناس ميتة لتاخد مكانة. حبيبي مراد، ليش ساكت؟ مالي متعودة أشوفك هيك. عمل كتير. لأنه رجعنا بكير من المزرعة؟ لا، أنا زعلان من نهال. بما أنه بدها تروح لعند المتموزيل، ليش ما استنتني؟ بجوز في شي موضوع خاص بدهم يحكوا، مشان هيك ما أخذتك معه. أكيد. بابا، ممكن نلعب على الكمبيوتر بعد ما نخلص الفطور؟ بيصير. عن إذنكم. ألو. نعم. إيه دقيقة، ما تواخذوني، المحامي عم يتصل. هلأ برجع. إيه عم اسمعك. هيك لكان. إيه. إمتى؟ فهمت. إيه. ما في مشكلة. بتشكرك، بكرة بشوفك بالشركة. تسلم. شو صاير حبيبي؟ ليش اتصل المحامي؟ في شي مشكلة؟ المشكلة حلمي أولال. شو عامل كمان؟ ما في شي واضح مثل كل مرة، بس هذا الوضع صار يزعجني كتير وما عاد أقدر أتحمله. حقده ما له حدود، هالشخص مو متوازن، خايف من اللي بده يساويه. كلياتكم انتبهوا. في أي خطورة؟ لا، بس الرجال ما بيحذر عليه. احيانا خاف كثير منه، كرمال هيك عم حذركم. دايما ان شاء الله. صحتين وهنا. رح اوصي على القهوه. خليهم يجيبوا لي اياها على المكتب. بدك تشتغل؟ مو اساسنا نلعب مع بعض؟ خلص، على غرفه مراد. سهيلة، بدنا نشرب قهوة. عدنان بيك بده إياها على غرفة مراد. تكرمي. حضرتك بتفضلي شاي فواكه؟ لا، وأنا باخد قهوة. والمساء قال رح يجوا السمكات اللي اصطادوا المهند بيك. مهند طلع الصيد؟ يا شفتي يا بابا؟ وهو ما قال لي كمان. بس هن طالعين بالليل. يلا مراد. كابتن رضا هو اللي خبرنا. خدي لي القهوة على غرفتي، بيشربها هنيك. تأمري يا خانم.